قوتنا العسكرية تتحدى اليوم قوتهم العسكرية. محدش يقدر يعتدي على مصر بشكل مباشر. ليه؟ لأسباب كتير جدا جدا، منها ان لديها جيش هو الأقوى في المنطقة ديت. هل يصنع الجيش المصري صواريخ باليستية؟ معرفة الجواب تتوقف على مدى أهمية هذا السلاح. فالصواريخ الباليستية من أهم الأسلحة الاستراتيجية لدى جيوش العالم، وتزيد أهميتها كلما تعظم مداها أو أصبحت قادرة على حمل رؤوس نووية. ولأنها عابرة للقارات وتقطع مسافة قد تصل لمئات الكيلومترات، فهي تشبه في تصميمها وطريقة عملها الصواريخ الفضائية. ومع تطورها وزيادة مداها وقدراتها، أصبحت تصنف كأسلحة ردع. فهل تمتلك مصر هذا السلاح؟ كانت مصر من الدول الرائدة في المنطقة في محاولة صنع الصواريخ الباليستية خلال رئاسة جمال عبد الناصر، وأنتجت بالفعل عدة طرازات مثل الظافر والقاهر والرائد، ووصل مدى بعضها إلى 1000 كيلومتر. تعثر المشروع المصري لإنتاج الصواريخ الباليستية لأسباب تتعلق بالأزمات التي دخلتها مصر منذ ذلك الوقت، لكنها ركمت خبرات وقدرات تصنيعية جعلت المحللين العسكريين يؤكدون قدرة مصر على صناعة وتطوير مثل هذا السلاح. لكن لأهميته لا يعلن الجيش المصري عن مشروعه لإنتاج الصواريخ الباليستية، غير أن صورا للأقمار الاصطناعية رصدت تجارب لإطلاق تلك الصواريخ في الموقع المعروف بجبل حمزة، والذي توجد فيه منشأة شيدتها مصر أواخر 50ات القرن الماضي لإجراء تجارب إطلاق الصواريخ المصنعة محليا. وقيل إنه يعاد تطويرها وتوسعتها في سياق سعي مصر لإحياء برنامجها الصاروخي. إسرائيل المنشغلة بالبرنامج الصاروخي المصري نشرت أيضا تلك الصور، وقالت إنها قاعدة للصواريخ الباليستية أنشأها الجيش المصري في عمق جبال سيناء، وإنها شديدة التحصين ومؤمنة بدفاع جوي كامل. تقول تقارير الإعلام الإسرائيلي أيضا إن مصر تقوم ببناء مواقع إطلاق صواريخ باليستية متوسطة وبعيدة المدى، وإن الصور التي تظهر مواقع محفورة في أعماق الجبال تؤكد أن عمليات الإنشاء مستمرة، وأن مصر تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل غير مسبوق عبر الأذرع الصاروخية. كل إضافة جديدة تمكن وتزيد من قدرة القوات المسلحة وكفائتها لازم نمتلكها. لا توجد معلومات رسمية عن البرنامج الصاروخي المصري، رغم أن تقديرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تؤكد أن مصر تمتلك عشرات صواريخ سكود، لكن حجم وجودة الترسانة الحالية لا تزال غير معروفة للعامة. ملاحقة إسرائيل لأخبار البرنامج الصاروخي المصري تعود بالأساس لمعرفتها أن البرنامج أنشئ قديما كقوة ردع للتصدي لها. وتعلم إسرائيل أيضا أن مصر من الدول التي لم توقع على الاتفاقية الدولية للحد من انتشار الصواريخ الباليستية، حتى توقع إسرائيل على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لم تؤكد مصر أو تنفي امتلاكها برنامجا صاروخيا، لكنها دوما ما تؤكد أنها لن تدخر وسعا في امتلاك كل أدوات القوة الشاملة في وقت تتعاظم التحديات من حولها. يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل، فثبت لها يقينا أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه.